ياسين محمد، يعني إذا أنا ما كنت مستثمر شاطر يعني راحت علي؟ لا، هي طبعا السيد محمد العبار حضرنا الجمعية العمومية، احنا كنا خلال الشهر الماضي وكان هذا التساؤل صار انحكى فيه. هو الواضح طبعا انه المبيعات التي رأيناها لإعمار منذ ممكن اقول من الربع الرابع من 2012 لهلأ كلها تعطي مستقبل مضيء جدا لهذه الشركة، ولكن عند تسليم هذا العقار يعني بده 3 سنين، فبنحكي على 2015-2016. هي العام الحالي نسب النمو التي ستأتي اليوم في ظل المشاريع، لأنه شو اللي صار؟ وهذا صارت نفس مشاكل قطاع العقار حتى بأبو ظبي، خلال 5 سنين الأزمة توقف إعلان مشاريع جديدة، فالشركات عم بتسلم مشاريع قديمة، كونها أنه هي بتسجل إيراداتها عند التسليم. نعم. هلأ سلمت السنة الماضية، سلمت معظم المشاريع، هلأ عم بتسلم شوية أقل، ولكن ماذا سيسلم 2013-2014 في ظل أنه ما في مشاريع جديدة آخر 5 سنين؟ هذا اللي بده يأثر عليهم. هلأ إعمار اعتمادهم على الضيافة أكثر والفندق، يعني مش ممكن، هو مش غلط، وبالعكس وأعتقد يمكن ربما من أفضل القرارات اللي أخذتها إعمار آخر 10 سنين هو الدخول في هذول المجالين. لولاهم يمكن كانت تراجعت كثير سوق. طبعا، لأنه إجت فترة كان بيجيب الإيرادات حوالي، كان 3 مليار درهم من إيراداتهم كانت تيجي سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية في ظل عدم بيع، كان يجي من قطاع الضيافة والمول، ولذلك نجد انه هناك استثمار في قطاع ضيافه وفنادق جديده، وايضا في توسعه على المول، هذول برضه من يجوا 2016-2017. انا اعتقد انه الارقام التي نراها هي ارقام جيده ضمن توقعات المحللين. الشيء الجيد انه اليوم انه الارقام تجي ضمن التوقعات، وبالتالي تاثيرها السلبي محدود على السوق. هي المفاجات الايجابيه اين ستاتي؟ هذا هو السؤال. الاعتماد اعمار خلال عام 2013 و14 حسب تقاريرهم هم يعني للمحللين للانفسترز، تتحدث عن بيع وحدات كبيرة، ارتفاع بالوحدات بيعها في الهند، فإذا هذا كان نجح سيستطيع أن تجد ربما بعض الأرباح الإضافية. معظم الإيرادات عم تيجي محلية في المرحلة الحالية.